طبعا هذا توصية المرجعية وتوصية كل ضمير حي وكل إنسان حر وكل إنسان منصف وكل إنسان شريف، أنه يجب أن ينصف عوائل الشهداء بالذات، يجب أن يعيشوا حياة كريمة بعد أن قدموا من يعيلهم، والذي يعيلهم قدم نفسه في سبيل الوطن. نعم. فالحكومة والشعب العراقي كله مسؤول عن توفير العيش الكريم لعوائل الشهداء، ومسؤول عن توفير العلاج للجرحى والمعاقين. فقامت الحكومة بتوفير، والحشد الشعبي أسس مديريات تقوم بهذا الواجب، وهناك مؤسسات موجودة في الدولة، وقدم الكثير من الخدمات لعوائل الشهداء وللجرحى، ولكن أنا أعتقد لم يكن بالشكل الكافي. نعم. وبالشكل المطلوب، ويحتاج التفاتة أكثر ومتابعة أكثر، وينبغي أن تكون هناك متابعة جدية لتوفير الحد المطلوب لرعاية عوائل الشهداء ولمعالجة الجرحى. هذا ينبغي أن يكون موجود، وهذا أمر يعني إنساني، وأمر من باب الوفاء لهؤلاء المضحين، ومن باب العزة والكرامة لهذا الشعب أنه لم يترك هؤلاء الذين يضحوا من أجله، وإنما رعاهم واهتم بهم وداعى وطالب من أجل الرعاية لهم والقيام بواجبهم وبإنصافهم.